تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة وبرنامجكم إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب الفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، صبحكم الله بالخير والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا، نرحب بمشاركاتكم، نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعين الأعزاء، أول فقرة من فقرات برنامجنا هو فقرة السوشيال ميديا وما يدور في السوشيال ميديا مع الأستاذة أسماء الجناحي. أستاذة أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور، عليكم أخوي عبد الله وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالعافية أستاذة أسماء. ناخذ جولة شوي في قنوات التواصل الاجتماعي وآخر ما يدور فيها في قطاع الصحي. أول شيء نحن نبدأ نتكلم عن الأخبار أن صحة دبي تسمح بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية، وهي اللي سمحت هي مستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد بإجراء عمليات جراحية اختيارية غير عاجلة، وهي التي تجري تحت التخدير الوضعي أو الناهي في عدد من التخصصات مثل العيون، أوعية دموية، التجميل، والجراحة العامة والعظام. هذا أحد الأخبار. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها النصائح المهمة للنظام الغذائي لمرضى السكري خلال شهر رمضان. نقاط كثيرة مهمة لمرضى السكري أيضا موجودة في حسابنا، وأيضا شو الأشياء اللي المفروض الحامل تسويها وما تسويها في رمضان. طبعا كثير من الحوامل يفضلون أنهم يصومون في شهر رمضان، وحطينا بعض النصائح هذه اللي هم لازم يسوونها أو يتجنبونها خلال الشهر الفضيل. من ضمن النصائح اللي نحن حطيناها صلاة التراويح جدا مهمة، مو بس من الجانب الديني، أيضا من الجانب الصحي، وهي تساعد في حرق ما يقارب 200 سعرة حرارية. لكن نحن نتمنى من الجميع أنه ما يصلون صلاة التراويح مع الغرباء أو الأقارب اللي مو موجودين داخل البيت، وهذا عشان يلتزمون بالتباعد الجسدي. نعم. هاي مجموعة من النصائح اللي تم وضعها في خلال 24 ساعة السابقة، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعين الأعزاء، أيضا نحب نذكركم بالخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، الخدمات المتميزة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا مبادرة دوائي، وأيضا خدمة الواتساب. جميع هذه الخدمات بإمكانكم الاستفادة منها عن طريق التواصل على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342. فقرتنا الثانية بتكون مستمعين الأعزاء مع أخصائية التغذية الأستاذة فاطمة فريد، وبنتكلم عن كيفية تعويض السوائل بعد الصيام، وهناك طبعا مواضيع كثيرة ممكن أن نتطرق لها خلال هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل بناخذ وياكم فاصل وراجعين، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي.
أذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء على 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ الخبر هذا، يقول 4 مأكولات غنية بجميع العناصر الغذائية. نشر موقع ذا بيت قائمة ب4 مأكولات تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ضمن النظام الغذائي النباتي. ويشير الموقع إلى أن لجسم الإنسان احتياجات مختلفة لأنواع الغذاء، وذلك بناء على مستويات نشاط الشخص ونمط حياته، وما يأكله يلعب دورا كبيرا في تلبية أو عدم تلبية تلك الاحتياجات، موضحا أن هناك العديد من الأطعمة النباتية التي يمكننا تناولها لتحقيق هذا الهدف. ويحتاج الجسم إلى البروتين والدهون الصحية والألياف والماء وفيما يلي بعض الأطعمة النباتية التي تؤدي إلى إشباع حاجة الجسم. 1 بذور اليقطين، فهي من أكثر البذور المتوازنة من المغذيات الكبيرة والموجودة تحت تصرفنا، وتحتوي أونصة واحدة من بذور اليقطين على 5 غرامات من البروتين و5 غرامات أيضا من الألياف و5 غرامات من الدهون. 2 الجوز أو زبدة البذور تحتوي أيضا على كميات مذهلة من الدهون الصحية والألياف والبروتين، ومنها زبدة اللوز وزبدة بذور السمسم. الخضروات الورقية أيضا الخضار مليئة بالألياف، ويمكن إضافتها على أطعمة مثل البيض والسبانخ والسلطات وغيرها. الخضار والفواكه غنية أيضا بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية، تحتوي الخضروات أيضا مثل الخس والخيار والكوسة والفلفل والقرنبيط على محتوى مائي بنسبة 92% أو أكثر. مستمعين الأعزاء، فقرتنا التوعوية وكيفية تعويض السوائل بعد الصيام مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة فريد. صبحت الله بالخير والنور والعافية أستاذة فاطمة. صبحت الله بالنور والسرور. الله يحييك أستاذة فاطمة. نحن طبعا نعرف بأن الإنسان يحتاج إلى كميات من السوائل وفق طبعا معدلات أنتم تعرفونها ك يعني أخصائي التغذية، وطبعا هناك في أكيد آلية معينة على تعويض السوائل بعد الصيام، فحابين نسمع منك أكثر أستاذة فاطمة في هذا الموضوع. طبعا هي طبعا كمية الماء أو السوائل اللي يحتاجها الإنسان تختلف على حسب طبيعة جسمه، على حسب المناخ اللي هو عايش فيه، على حسب النشاط البدني، ففي عوامل تأثر على كمية السوائل. ممكن للناس تحتاج بالضبط نفس الكمية، لكن الماء بشكل عام طبعا هو المكون الأساسي في جسم الإنسان، تقريبا 60% من جسم الجسم، وفوائد كثيرة منها حماية الأنسجة والخلايا، حماية الجسم من الجفاف، حفاظ على درجة الحرارة الجسم أنها تكون طبيعية، وغيرها الكثير من الفوائد المهمة للحفاظ على الجسم السليم. طبعا طرق الحصول على كفايتنا من الماء بتكون شوي ضعف في فترة الصيام، في فترة الفطور، بما أن الوقت يمر بسرعة ويكون جدول رمضان غير، يعني ما عدنا طول اليوم إننا نشرب هاي السوائل. ففي ممكن مثلا طريقة بسيطة إن نحن نقسمها على حسب الأكواب. خلينا نقول مثلا 3 لتر في اليوم من السوائل، ممكن نقسمها على أكواب، كل كوب يكون 250 ملي، نتناول مثلا عند الأذان كوب، بعد صلاة المغرب ممكن نتناول الكوب الثاني، كوب بعد الإفطار، كوب بعد الصلاة، وكوب مثلا أثناء صلاة التراويح ممكن أن نحن نتناولها بين الصلوات. وطبعا في فترة السحور ممكن نأخذ كوبين، كوب قبل كوب بعد. فبهالطريقة ممكن نحن نوصل إلى 3 لتر أو 2.5 لتر على حسب كل إنسان وكم حاجته من السوائل، بدون ما نضغط على نفسنا ونتناول كل احتياجاتنا على دفعة واحدة. صحيح. وإذا بنتكلم عن أفضل طرق لتعويض السوائل، طبعا الماء هو المشروب الأفضل، لأن غيره من المشروبات قد يحتوي على الكثير من السكريات أو الكافيين أو مثلا السعرات الحرارية اللي جسمنا ما يحتاجها، أو الألوان حتى يعني الألوان والصبغات. نعم.
وبعد ممكن اختيار المشروبات الطبيعية، بس طبعا ما نكثر منها، مثل العصائر الطازجة الطبيعية الخالية من السكر، لأنها تحتوي على الفيتامينات وأملاح ومعادن تساعد على تعويض جسمنا من السوائل والمعادن اللي فقدناها. وطبعا نبتعد عن المشروبات اللي تحتوي على الألوان الصناعية، مثل ما قلت، والسكريات، مثل المشروبات الغازية والمشروبات المصنعة وغيرها. صحيح. ونحن دائما طبعا أستاذة فاطمة، يعني أنتم دائما تنصحون بأن بالأخص في فترة رمضان وفترة الفطور، يعني الأفضل بأن الإنسان يفطر على التمر والماء، ويتجنب المشروبات حتى لو كانت مشروبات يعني طازجة صحية، ترى بعد فيها نسبة السكر وفيها أصباغ، وطبعا المشروبات الثانية اللي فيها الأصباغ مضرة على الكلى. فنحن دائما مستمعين الأعزاء نضم صوتنا يعني مع صوت الأستاذة فاطمة فريد، بأن يعني نتجنب نحن السوائل اللي فيها الكثير من السكر وفيها الأصباغ. صح بالضبط. وبعد عندنا مثل ما أنت ذكرت في البداية أن بعض الفواكه والخضروات قد تحتوي على نسبة كبيرة من السوائل فيها، والألياف التي تبقي يعني تتم وقت طويل في الجهاز الهضمي، فهذا يقلل الشعور بالجوع والعطش. فبالتالي ننصح بعد في تناولها، خصوصا على فترة السحور، لأن لازم نهيئ جسمنا لأنه يكون عنده شيء حق يوم يعني للصيام. من هذه الفواكه والخضروات عندنا الخيار، البطاطا، الطماطم، البطيخ، الشمام، وغيرها من الخضروات والفواكه اللي ممكن نتناولها وتكون عالية بالسوائل. صحيح. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة فريد، شكرا لمعلوماتك القيمة، شكرا جزيلا، ما قصرتي فاطمة. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن كورونا، التعامل مع المطاعم والمقاهي، كيف نحن نتعامل مع المطاعم والمقاهي، وبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، وبيتم التوضيح عن أهمية التباعد البدني كإجراء احترازي إلزامي للمحافظة على صحتنا وحياتنا. بتكون معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبنسمع أكثر عن هذا الجانب، التعامل مع المطاعم والمقاهي. مستمعين الأعزاء، خلكم في بيوتكم، فاصل وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، مرة ثانية رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء ومشاركتكم معنا الحلقة على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. موضوعنا كورونا والتعامل مع المطاعم والمقاهي. مستمعين الأعزاء، حديث الساعة في العالم كلها الآن عن فيروس كورونا أو كوفيد-19، المعروف باسم كوفيد-19، والوقاية دائما خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما تجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية المتصلة بفيروس كورونا، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة لهذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم. مستمعين الأعزاء، للحديث عن موضوع كورونا وما يتصل بالتعامل مع المطاعم والمقاهي، المحافظة على الإجراءات الاحترازية والتباعد البدني، يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة هند العوضي، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أستاذ عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك إن شاء الله دكتورة بالخير والعافية، ونحن سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم وحديثنا عن كورونا، التعامل مع المطاعم والمقاهي. دكتورة هند، طبعا في البداية نحب أنك تعطينا توضيح عن أهمية التباعد البدني
وطبعا تباعد بدني كإجراء احترازي وإلزامي للمحافظة على صحتنا وحياتنا. طبعا احنا ليش دائما نعيد ننوه ان ضروره الحفاظ على هذا التباعد الجسدي فيما بيننا، لان احنا نعرف ان فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث لمسافه معينه، هذا الرذاذ ينتقل في الهواء ومن ثم يستقر على الاسطح. هذه المسافه قدرت بحوالي مترين على الاقل، يعني المسافه اللي يقدر فيها هذا الرذاذ المتطاير ان ينتقل في الهواء. أسب شيء إحنا دائما ننوه للجميع بضرورة الحفاظ على مسافة كافية بينهم وبين الأشخاص الآخرين لا تقل عن مترين. نعم. وبعدين مثل ما نعرف الحين موضوع المطاعم والطلبات الأكل وهذه، إحنا نقدر نقسم موضوع النصائح في للمطاعم لقسمين. القسم الأول والأهم، بما أن صارت في تخفيف لقيود الحركة، بعض المطاعم رجعت للعمل بطريقة جزئية، فإحنا نحب نبدأ بهذه النصائح للمستمعين، ومن ثم راح نتكلم عن نصائح اللي يجب اتباعها عند طلبهم للأكلات إلى منازلهم. نبدأ بالنصائح في المطاعم. إحنا دائما نقسم هذه النصائح إلى قسمين، قسم يجب على صاحب المطعم أن يتبعه، والقسم الثاني يجب على المرتادي هذا المطعم اتباعه. صحيح. بخصوص المطعم، إحنا دائما ننوه أصحاب المطاعم أن في ظل الوضع الراهن يجب عليهم استعمال الأطباق والأكواب ذات الاستعمال الواحد الورقية، هذه ما يستعملون أطباقهم المعتادة وأكوابهم الزجاجية، هذه إحنا نفضل أنهم يستعملون هذه ذات الاستعمال الواحد ويتخلصون منها بعد كل عميل. لازم وضروري جدا أنهم يقومون بإجراءات النظافة والتعقيم المكثف والدوري داخل المطبخ، داخل مكان تناول الطعام، عربات نقل الأطعمة، أماكن تحضير وتقديم الطعام، حتى قائمة الطعام هذه اللي أنت تقدمها للعميل أنت لازم تحرص أنك أنت تنظفها وتعقمها ما بين كل عميل والثاني. أيضا جدا مهم أنك أنت تقوم بالمسح الحراري قبل أي عميل يدخل لهذا المطعم، وإذا لاحظت عليه أي علامات ارتفاع درجة حرارة أو أعراض تنفسية أنت هني تقدر تمنعها من دخول هذا المطعم حماية لجميع مرتادي المطعم. وأيضا طبعا جدا مهم أنك أنت هذا الإجراء تقوم فيه أيضا للموظفين الذين يعملون لديك في المطعم. صحيح. وأيضا الإجراءات اللي لازم يقوم فيها الموظفين، أنت لازم بين فترة والثانية تذكرهم بالإجراءات الاحترازية اللي يجب على الموظفين أن يتبعونها، الإجراءات الوقائية اللي لازم يسوونها. أيضا تنوههم أن في عدد معين إحنا أنت تقدر تسمح فيه للناس بالدخول لهذا المطعم، وفي أعمار أيضا معينة الحكومة أصدرت هذه المعايير والأعمار المسموحة للأشخاص اللي يرتادون هذا المطعم. أنت لازم تنوه للموظفين بهذه القواعد. وأيضا في نقطة جدا مهمة بعد، إحنا لازم نتأكد أن على الطاولة الواحدة لا يتجاوز العدد المسموح به أيضا في الطاولة الواحدة، ما نسمح بتجمع مجموعة كبيرة من الأفراد في طاولة واحدة، والأشخاص اللي يبعدون على الطاولة الواحدة إحنا لازم نحرص على حفاظهم على التباعد الجسدي فيما بينهم. وأيضا التباعد الجسدي مهم مش بس على الطاولة فقط، لكن محافظة عليها في جميع أرجاء المطعم حتى بين الموظفين نفسهم. صحيح. طبعا الموظفين والمرتادين ملزمين بلبس الكمامات في المطعم، احنا ننصح ان يوفرون المعقمات ايضا في جميع مرافق المطعم. طبعا ما ننصح ان هم يتعاملون بتداول نقدي، يستعيضون عنها بالدفع ببطاقات البنك، هي امن. وايضا اذا اي شخص من المرتادين حاب كان يسوي حفله او تجمع او مناسبه، طبعا صاحب المطعم المفروض يرفض هذا الشيء ويرفض اقامه الحفلات والمناسبات والتجمعات في مكان مطعمه. هذه نصائح باختصار لاصحاب المطاعم. طبعا في نصائح احنا دائما نقولها للشخص نفسه، لان حاليا كل شخص صاير مسؤول عن نفسه وكل شخص صاير مسؤول عن
سلامة مجتمعه. فإحنا دائما نذكر المرتادين إنه أولا يقننون من ذهابهم لهذه الأماكن قدر المستطاع، ويلتزمون بالعدد المسموح به للذهاب لهذه المطاعم. إحنا نعرف جيدا أن الأطفال اللي أقل من 12 سنة وكبار السن اللي فوق 60 سنة غير مسموح لهم بارتياد هذه المطاعم والمقاهي. فإحنا لازم نلتزم بهذا الشيء. طبعا إذا أنت عندك أي أعراض، تحس نفسك تعبان، فيك حمى، أعراض تنفسية، إحنا طبعا هني ننصحك أنك ما تخرج من المنزل وتلتزم البقاء فيه. لما أنت تخرج من المنزل لازم تحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية اللي نحن دائما نذكرك وننوه فيها، مثل الحفاظ على التباعد الجسدي بينك وبين جميع أفراد المطعم نفسه، حتى بينك وبين أصحابك وأصدقائك، حتى لو أنت كنت واثق أن هم ما كانوا مخالطين أو ما فيهم أي أعراض، إحنا بعد دائما ننوه الجميع أن لازم إحنا نحافظ على هذا التباعد بيننا حتى وبين أقرب المقربين إلينا. يلبسون الكمام بطريقة صحيحة وقت دخولهم للمطعم، لازم يعرفون الطريقة الصحيحة للبس الكمام هذا. صحيح. قبل ما يتناولون أي شيء لازم بعد يذكرون نفسهم أنهم يعقمون يدهم بطريقة صحيحة لمدة 20 ثانية على الأقل قبل تناول أي طعام. لما أنت تطلب وجبات الطعام احرص أنك أنت تطلب الوجبات الساخنة المطهوة بشكل جيد، مش الأكلات النية والباردة، هذه حاول تتجنبها في خلال هذه الفترة. صحيح. احنا نعرف أنه جدا صعب أنك أنت تلبس الكمام وأنت تتناول الطعام أو تشرب المشروبات، لذلك جدا مهم أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص اللي يشاركونك في الطاولة، وبين فترة والثانية الكل يحرص على تعقيم يدينا. صحيح. طبعا نعرف ان احنا لما نطلب المأكولات ولا المشروبات نحب نشارك الموجودين بتجربة انواع مختلفة من هذه الاشياء. في هاي الفترة احنا ننصح ان انت ما تشارك مشروبك او مأكولك مع اي شخص موجود معاه في الطاولة، كل شخص يلتزم بوجبته ومشروبه الخاص، ما نمنع المشاركة فيما بينهم. احنا نفضل انك انت تتجنب الاكل باليدين، لان احنا ما نعرف هل انت عقمت ايدك بطريقه صحيحه او غير صحيحه. تستعمل ادوات الاكل ذات الاستعمال الواحد، اذا صاحب المطعم قدم لك الادوات هذه العاديه انت تذكر ان انا احتاج ذات الاستخدام الواحد، يعني تذكر انك انت تبي تستعمل الادوات هذه ما تبي تستعمل ادوات المطعم العادية. لما أنت تلتزم بدفع الفاتورة حاول تدفعها ببطاقات بنكية أو إذا عندك المبلغ النقدي بالضبط، عشان إحنا نقلل من ملامستك لهذه الأوراق النقدية قدر الإمكان. صحيح. أيضا بس آخر نقطة بس أقول لك أستاذ عبد الله، أن أنت لما ترجع للبيت إحنا دائما نذكركم بقواعد دخول المنزل. أنت لازم تحرص على أنك أنت تخلي حذائك في مكان معين، تخلي الأغراض اللي كانت معك إذا أنت اشتريت أغراض في مكان معين عشان تعقمها، الثياب اللي كنت لابسها طبعاً تحطها في مكان سلة الغسيل وتغسلها، وأنت بنفسك بعد يفضل أنك تستحم أو تغسل إيدك بطريقة مناسبة. هذه بعض النصائح بشكل مختصر على نصائح لمرتادي المطاعم والمقاهي. نعم. أيضا دكتورة، يعني من خلال حديثك عن هناك بعض الأمور اللي مفروض يعني صاحب المطعم يعني يتأكد أنه موجود يعني كأجراءات احترازية ووقائية، وأيضا الشخص اللي بيدخل، فنحن من خلال حديثنا يعني في الحلقات الثانية يمكن أيضا ذكرنا مستمعين الأعزاء بأن هاي اليوم ثقافة، يعني مفروض الشخص اللي يطلع برا البيت لازم يعرف شو الإجراءات، إذا ساير هو مركز تسوق لابد أنه يعرف يعني ساير المركز هذا شو الاشتراطات والاحترازية والوقائية اللي تم وضعها كشروط يعني من الجهات المعنية، فلابد أنه يقرأ هاي الأمور ويتأكد قبل لا يدخل، على أساس أنه حتى لو هو سار المطعم وشاف أنه في بعض الأشياء غير مطبقة المفروض أنه يبلغ عن هاي الأمور.
فشو تنصحيننا الدكتورة في هذا الجانب؟ يعني أن الشخص لابد أن يكون مثقف بجميع الإجراءات، سواء أن يعني في دخوله في المراكز التسوق، دخوله في المطاعم أو متاجر التسوق، في أماكن اشتراء لهذا، على أساس أنه حتى إذا شاف أشياء مش مطبقة لابد أن يبلغ الجهات المعنية. طبعا الثقافة جدا مهمة والوعي جدا مهم، وفي ظل هاي الأزمة الجميع صاير مسؤول عن الجميع أستاذي. نعم. فإذا أنت شفت أي مخالفة من أي صاحب محل، صاحب مطعم، صاحب مقهى، أنت يعني في هذا الوضع أنت يعني تعتبر نفسك مسؤول أنك أنت لازم تبلغ الجهات المعنية بمخالفة هذا الشخص لهذه الإجراءات، لأن هذه الإجراءات وضعت للحفاظ على سلامة جميع المرتادين لهذا المكان. فإحنا نعتبر نفسنا جميعا حاليا مسؤولين عن حفاظنا على صحة أفراد مجتمعنا. فأنا بعد أيدك وأضم صوتي إليك وأقول أن المفروض أن الواحد يبلغ عن هذه الأماكن المخالفة. صحيح. أيضا دكتورة، هناك بعض من قد لا يعرف يعني مثلا المطعم أو يتعامل معه للأول مرة، هل من الأفضل التعامل دكتورة مع مطاعم معروفة أو هذا الشيء يعني مثلا لا يأثر؟ ففي بعض الناس عندهم اعتقاد أنه بأن أنا المطعم هذا متعود أن يصير له بشكل مستمر، فيعني أنا مطمن من هذا الإجراء. طبعا هذا الشيء أنا ما أقول إن هذا الشيء صحيح. أنت فقط لازم تتأكد إن هذا المطعم يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللي أصدرتها الحكومة. أنت هذا الشيء جدا مهم، لازم تتأكد إن صاحب المقهى هذا سواء أنت تعرفه من فترة أو أول مرة تروحه، أنت لازم تتأكد وما فيها شيء. إذا أنت سألت صاحب المقهى هل أنت تفحص درجة حرارة الموظفين معك يوميا؟ هل فيه أي حد من موظفينك عليه أي أعراض؟ هذا إحنا نعتبره من حقك، يعني أنك أنت تسأل، وسؤالك هذا أنت تذكر صاحب المقهى أن المجتمع واعي والمجتمع عارف بالإجراءات وعارف بالقوانين، فهذا الشيء راح يخليه أنه يلتزم بتطبيقه لهذه القواعد والإجراءات بشكل أكبر بعد. صحيح. أيضا دكتورة، يعني من خلال يعني حديث بعض الناس، يعني بعضهم يقول أن يعني طالما أني أنا يعني ماخذ كل الاحتياطات وأرتدي الكمامة والقفاز، إذا يعني ليس هناك أي مشكلات عندي، يعني يمكنني التجول في أي مكان أحتاج أني أسير، وأيضا يعني آخذ الوقت اللي أحتاجه، سواء يعني في أماكن يعني مشترياتي الغذائية أو المراكز التسوق أو أي مكان آخر، على أساس أني أنا لابس القفازات وحاط الكمام وماخذ كل الإجراءات. فشو تنصحين دكتورة لهالفئة من الناس اللي يعني تعتقد هذا الشيء قد يكون يعني صحيح؟ أنا أقول لهم أن تخفيف قيود الحركة لا يعني بالضرورة أن الوضع رجع للطبيعي. صحيح. وأن فيروس كورونا خلاص تمت السيطرة عليه وانتهت هذه الأزمة. تخفيف القيود كانت لأسباب معينة، ولكن إحنا ما زلنا نقول لكم أن الوضع ما زال قيد السيطرة عليه. لم يتم يعني حتى الآن مثل ما إحنا نعرف إيجاد أي لقاح أو أي تطعيم خاص بهذا المرض، فإحنا ما زلنا ملزمين باتباعنا لإجراءاتنا الاحترازية والوقائية. حتى لو أنا شفت أن القيود شوية خففت علينا، هذا ما يعني أن أنا خلاص أخذ راحتي وأطلع ما أطلع للضرورة وأطلع وكأن لم يكن شيء. يعني لا، إحنا نقول لكم أن تخفيف القيود كانت لأسباب معينة، ولكن أنت ما زلت مطالب أنك أنت ما تخرج إلا للضرورة القصوى، ما تخرج بشكل يومي، ذهابك للجمعية احنا نحاول انت تخفف من ذهابك لها الجمعية. لما انت تخرج لهذه الأماكن انت لازم دائما تذكر نفسك ب للأسف الكثير يعتقدون اني انا اذا لابس القفاز او الكمام او خلاص انا صرت محمي. لا طبعا، احنا ننسى ان ما زال التباعد الجسدي والحفاظ على نظافة اليدين أهم عاملين في حمايتك من التقاط هذا الفيروس. القفاز والكمام عامل مساعد مع هذا العاملين. مش لأنك أنت لابس الكمام والقفاز معناته أنت صرت محصن ضد المرض، لا،
أنت يمكن ما تعرف تلبس الطريقة، أنت ما تعرف الطريقة الصحيحة في لبس الكمام، أو أن أنت لابس القفاز وتلمس الأسطح الملوثة وبعدين ترجع تلمس فيها وجهك. فإحنا صحيح. ما زلنا نذكر الناس أن أهم نقطتين عشان أنت تحمي نفسك من هذا الفيروس هو حفاظك، التزامك في المنزل، حفاظك على التباعد الجسدي وحفاظك على نظافة اليدين، إلى جانب ارتدائك للقفازات والكمامات. نعم. أيضا دكتورة، لو نتحدث ونذكر مستمعينا الأعزاء بخصوص موضوع الزيارات، زيارات العوائل، صح أن هناك في تخفيف بخصوص موضوع الزيارات من الدرجة الأولى، ولكن يعني لابد أن أيضا مستمعينا الأعزاء بجانب التخفيف هذا وفي السماح للزيارات العائلية من الدرجة الأولى، بس لابد أن أيضا دكتورة أن الشخص أو العائلة أو الأشخاص يأخذون بعين الاعتبار موضوع التباعد الجسدي، موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية. لو نذكر مستمعينا الأعزاء دكتورة في بعض الشروط بخصوص الموضوع هذا. طبعا صاير مسموح للأشخاص بزيارة الأقارب بالدرجة الأولى لزيارتهم بمناسبة الشهر الكريم، لأنه صار لهم أيضا فترة ما شافوهم. فإحنا يعني إذا أنتوا حابين تزورونهم فلازم تذكرون نفسكم أن ما زال فيروس كورونا موجود، فهذا معناته أنت لما تروح تزور هذا الشخص تحافظ على تباعدك الجسدي بينك وبينه، تتجنب أنك أنت تسلم عليه مباشرة، تكتفي بالسلام عليه من بعيد، تتجنب احتضانه، تتجنب تقبيله، لأن إحنا ما زلنا في خطر من انتشار هذا الفيروس. فأيضا إذا أنتوا تعتبرون عائلة جدا كبيرة وتبون تزورون شخص معين، احنا ننصح انكم انتم تسوون مثل جدول معين، ما ننصحكم ابدا انكم انتم تقومون بالزياره في وقت واحد. الزياره فقط يجب ان تقتصر على 5 اشخاص او اقل. وايضا لما احنا نكون في المنزل هذا دائما نذكر نفسنا احنا لازم نستمر بلبسنا للكمام، نستمر بحفاظنا على نظافة يدينا، ونستمر في حفاظنا على تباعد الجسدي فيما بيننا. صحيح. نحن دكتورة طبعا يعني نذكر مستمعينا الأعزاء بأهمية الحديث اللي تطرقت فيه دكتورة، بأن لابد أن يعني ناخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لو نحن يعني نزور الأسرة العائلة من الدرجة الأولى، لأن دكتورة نحن سمعنا الفترة الأخيرة عن بعض الحوادث اللي استوت بخصوص عدم التزام بعض الناس بالإجراءات يعني الاحترازية والوقائية مع أقرب الناس لهم. في مرات يعني الواحد يعتقد أنه بيصير بيزور شخص قريب من الدرجة الأولى، ولكن للأسف بعد الزيارة قد تكون هناك مشكلة سببها للشخص هذا وهو أقرب إنسان لحياته. دكتورة لو بس نتكلم معاك عن موضوع هذا، في بعض يعني بعض الأوقات تسيرين في بعض الأماكن وتشوفين أو تقابلين ناس ما يأخذون بعين الاعتبار يعني لبس القفازات أو الكمامات، كيف ممكن الشخص أن يتعامل مع هاي الفئة من الناس؟ طبعا هذه الفئة من الناس احنا ننصح انك انت تتجنب الاختلاط فيهم، تحافظ على مسافة كافية بينك وبينه، وما يضر بعد انك انت تحاول تذكر ان لا تنسى ارتداء الكمام، هذا الكمام راح يكون حفاظا على صحة الجميع، وهذا الكمام هو اجراء وقائي واحترازي. نحاول يعني بطريقة معينة ان احنا نوعي هذا الشخص ونذكره بضرورة التزامه بهذه الإجراءات. في نفس الوقت إحنا بعد ما نجازف ونختلط مع هذا الشخص نحافظ على مسافة كافية فيما بيننا، ونحاول إن ما نختلط معه قدر الإمكان، لأن إحنا نعرف إن هذا الشخص يمكن ما يلتزم باتباع هذه الإجراءات الوقائية في كل مكان، فإحنا نقدر نعتبره إن هذا الشخص إن إحنا نفضل إنك أنت تتجنب الاختلاط معه. نعم. دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة، شكرا لمعلوماتك ويعطيك ألف عافية، وشكرا ليعني عملكم المستمر بخصوص موضوع تثقيف المجتمع عن الكورونا فيروس وكيفية التعامل مع هذا الوباء.
شكرا جزيلا لحسن استماعكم ودمتم بالصحة والسعادة. دمتي بالصحة وسعادة. شكرا دكتورة هند العوضي، كانت معنا مستمعين الأعزاء دكتورة هند العوضي، وتحدثنا معها عن التعامل مع المطاعم. ومستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات مفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وآمن. مستمعين الأعزاء، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أحب أن أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة، أستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.